اعمل بصمت، دع عملك يحدث الضجيج. جملة قد يقولها الكثير من العوام بهدف تحفيز بعض الأشخاص، البعض قد لا يعمل بها والبعض الآخر قد يعمل هو والمايند سيت تاعيته بقى. ولكن معنا اليوم قصة واحد أخذها بشكل تو سيريس، راح خطف طيار عليها أكثر من 35 شخص، أخذ فيديو كبير عليهم، وبعد الضجة هذه كلها اختفى لمدة 49 سنة لليوم. أما فين الصمت بقى؟ الصمت بالموضوع إنه خطف طيارة لأكثر من ساعتين وبدون ما يحسس الركاب كمان. يا ابن الهزينة كيف عملها؟ هنشوف سوا بعد الانترو. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناة الفينومينو، واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة. انا ابراهيم حسون، واليوم بدنا نحكي عن لغز دي بي كوبر. اشترك بالقناة اذا انت غير مشترك وفعل جرس التنبيهات، طلع كون اللي جواك ولا تذهب بعيدا. ب 24 نوفمبر سنة 1971، اتذكر لها التاريخ كتير منيح، كان في رحلة جوية داخلية صغيرة متوجهة من بورتلاند إلى سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني رحلة جوية صغيرة هيك مطلوب تاخد لها شي 30 دقيقة بطيارة بوينغ 727. صعد على متن هيدي الطيارة رجل يدعى إنه اسمه دان كوبر، وصف بأنه رجل هادئ بمنتصف الأربعينات، كان لابس بدلة سوداء وفوقها معطف وحامل بإيده حقيبة، وقبل إقلاع الطيارة طلب مشروب منكر لحتى يهدئ أعصابه وينفذ المشن وهو مأنتخ. بعد إقلاع الطيارة بقليل شال ورقة وعطاها لمضيفة الطيران فلورنس شافنر، فهي كمضيفة الطيران فكرته بزنس مان عم يتحركش فيها وكاتب لها رقمه وكذا، فمهتمت للموضوع حطت الورقة بجزدانها. فالرجل لما شاف مضيفة الطيران عملت هيك قرب لعندها قال لها ماس من الافضل ان تقرا الرساله لدي قنبله. تا 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 تا. رجل غريب الاطوار على متن الطياره ومعه قنبله، ولحتى تصدقوا فتح لها الشنطه وورجاها 8 اصابع ديناميت مواصلين بالاسلاك وعلى ما يبدو جاهزين للتفجير. يا سلام، شو بتعمل المضيفه المذعوره هيدي؟ شالت الورقه لحتى تقراها، ولكن منا مذكره شو كان محتوى الرساله لانه احيانا الواحد على كتر الخوف تحس ذكرته وقفت ريكوردينج يعني. ولكن بتتذكر المضيفه انه الرجل هيدا قال لها تعادي حدي، والله اذا بك حالي انا اللي بقعد حدك. قالها هيدي مطالبه 200000 دولار امريكي كاش، 4 مظلات وشاحنة وقود تكون ناطرتنا بمطار سياتل اول ما ننزل لحتى نجهز الطيارة بالوقود. وصفت المضيفة هذا الرجل بانه كان رجل هادئ ومهذب على خلاف الحالة الطبيعية للمجرمين، ولكن يفيدك بايه بهالوقت وهو معه كملة جاهز لحتى يفجرها. راحت المضيفة هذه لعن طاقم الطيارة وخبرتهم بالقصة، وهن بدورهم خبروا مراقب الحركة الجوية الحقونا احنا مخطوفين، القصة 1 2 3. وامام هالوضع اخذت السلطة الخيار الوحيد، طبيعي سلطة بدها خيار. هالخيار الوحيد المتاح كان انه يلبوا طلبات الخاطف لانه في حياة ناس كانت على المحك. المهم بلشت الشرطة تجمع هال200,000 دولار، من وين؟ من بنوك سياتل، اكيد ما عملوا لهم بيناتهم يعني. بس جاي واحد يقرط منا 200,000 دولار ومفكر رح نخليه يتهنى فيهم؟ لا، احنا حنطلع عينه. راحوا جمعوا له 10,000 ورقة من فئة ال20 دولار لحتى تصير الشنطة اتقل عليه، هو ما طلب ميات، وسجلوا الرقم التسلسلي تبع كل ورقة منهم وصوروها. طبعا بدي ذكرك انه 200,000 دولار بهداك الوقت بيساوي حوالي 1,200,000 بيومنا هيدا تضخم. انت لو حاضر الحلقة كنت فهمت الموضوع كلياته لحالك مستوفي. بهالوقت اللي كانوا عم يجهزوا له فيه الطلبات كانت الطيارة عم تبرم حوالين مطار سياتل لمدة ساعتين. طب سوري بس الركاب هبل يعني حتى ما حسوا حالهم تأخروا مثلا؟ لا هن حسوا، بس طاقم الطيارة فقعهم فيلم قال لهم مش قادرين ننزل بالطيارة لانه في عنا خلل فني فيها. الحاصل بعد ما المضيفة راحت تخبر الطاقم الطيارة بالموضوع رجعت لعند المجرم لقيته حاطط نظارات شمس وقعد هيك بكل رواق. يخرب بيت برودك، اخبروها انه اجرام، ليس علي ان يتقنه لهذه الدرجة. قعد المجرم بكل رواق عم يتفرج من شباك الطيارة، قال للمضيفة كأنه هيدي تاكوما هون بس بالانجليزي يعني، ورجع ذكر انه قاعدة ماكرد الجوية على بعد 20 دقيقة بس. جملتين بدنا نشوف على شو دلوا بالتحقيقات. الاوردر صار جاهز، فسمح للطيارة انها تهبط بمطار سياتل على الساعة 5:39 دقيقة بشرط ستارات الشبابيك تبعوا للطيارة كلياتهم بيتسكروا فورا، حركات السنايبرز والهيروز تبعوا هوليوود حافظهم كلياتهم انا. ايوه المهم تأمن الطلبات الخاطف ونزلوا الركاب من الطيارة، بقي فيه بس 5 اشخاص على متن الطيارة: ابن اللذينة يلي معه القنبلة، طيار، مساعد الطيار، مضيف الطيران ومهندس الطيران. سألوه لوين واصل؟ قال لهم مكسيكو. المكسيك حتة واحدة؟ نعم المكسيك، متوقع ينزل بواشنطن دي سي مثلا على البيت الابيض. وفوق هيك حط المجرم كمان شوية شروط، طلب انه الطيارة تطلع باعلى ارتفاع متاح وبأبطأ سرعة مع فتح البوابة الخلفية فورا بعد الاقلاع، اضافة لانزال القلابات بدرجة 15 والابقاء على معدات الهبوط، يعني ما بطلعوا الدواليب ولا الاشياء دي. ليش طلب هيك؟ انا لو اعرف اقول لك انا مش مهندس طيران. ولكن كان في هيك عقبة صغيرة، وهي انه هيدي الطيارة ما بتوصل للمكسيك الا بحالة وحدة، هي انه تنزل مرة تانية على الارض لحتى تتزود بالوقود. فقدر يقنعوا هيدا الكائن العجيب انه ينزلوا بمطار رينو ولاية نيفادا، فدوروا الطيارة وطلعوا، وطلعت معهم كمان طيارتين للجيش، واحدة فوق الطيارة المخطوفة وواحدة تحتها، بس بدون ما يشوفوا
الخاطف. وبعد 20 دقيقة من الإقلاع تحديداً الساعة 8 بالضبط، طلب المجرم من المضيفة أنها تتركه لحاله وتنضم لباقي الطاقم بكابينة القيادة. فلما وصلت الطيارة على رينو اقتحمت قوى الأمن الطيارة وما لقيوا المجرم جواتها، ومن بعد هالتحريات أعلنت وسائل الإعلام أنه دي بي كوبر هرب. مش كان اسمه دان كوبر؟ هو كان مسمى حاله، ولكن صار في خطأ من أحد الصحفيين كتب دي بي كوبر بدل دان كوبر فمشيت عليه. وكما هو متوقع من بعد الحادث دغري السلطات خلاص ما رح نكتل مرة حلبتها أعلنت عن الرقم التسلسلي تبع الأوراق يلي مع هذا المجرم لحتى تمنعه أنه يصرفها بالبنوك وبالمؤسسات المالية. مش قلت لك هنطلع عينه؟ أشار تحيات الـ FBI إلى أنه هذا الرجل هو مخطط ومنفذ حربو وغبي بنفس الوقت. يعني مثلا يوم 24 نوفمبر يلي قلت لك بالاول تذكروا منيح كان في ما يسمى عيد الشكر، وفي كمان ويك اند، يعني اذا غبله مثلا 4 ايام لحتى ينفذ العمليه ويرجع على بيته ممكن اذا يلي بيعرفوه شكوا فيه انه ليش غاب الفتره هيدي يقول انه كان برحله مثلا. وايضا طلب 4 مظلات بدل الوحده حتى يوهم الشرطه انه حيخلي حدا تاني ينط معه، وهيك ما راح يسترجع يعطوه مظله منزوعه لانه كان ممكن الحدا التاني هو اللي ياخذ المظله المنزوعه ويروح فيها. وكمان شغله انه الخاطف نقى طياره بوينغ 727 لان طياره مدنيه على غير العادة فيها باب خلفي وبالتالي بيقدر ينط منها، بينما لو اختار طيارة تانية كان صار بده ينط من البوابة الإدمانية وهيك بنط وبنشوف الدغري بالمحرك. ولكن من ناحية تانية فهذا الرجل عمل أشياء بتدل على عدم احترافية. مثلا الأربع مظلات اللي كانوا عاطينه إياها مش كلياتهم مثل بعض، كان في وحدة منهم متفوقة تقنيا على باقي المظلات، فشو عمل هو؟ ترك على الطيارة. كما أنه الظروف يدي نط فيها كان ظروف قاسية جدا، درجة حرارة 9 تحت الصفر وسرعة الرياح 172 ميل بالساعة، يعني يمكن هو بشقف زلمة مش بطيره. ولذلك في اعتقاد عند كتير من المحققين انه هيدا الرجل مات مباشرة من بعد ما نط من الطيارة. بس لحظة شوي، خي من هو هيدا الانسان؟ منين اجا؟ شو جنسيته؟ الأكيد انه هيدا الانسان كان مزور اسمه، بحيث توصل الـ FBI الى انه اسم دان كوبر هو شخصية خيالية لطيار كندي باحد القصص البلجيكية، ولكن هيدا القصة ما كانت موجودة بالاسواق الامريكية، كانت موجودة باوروبا وبكندا، مما دفع البعض للاعتقاد بانه هيدا الانسان هو مواطن كندي، ما تلم المواطنين بتوعك ككندا. ولكن على الجانب الثاني في نظريات بتقول انه المجرم كان طيار امريكاني لسببين. اول شيء كيف قدر يميز منطقه تاكوما من الجو، وثاني شيء ليش جاب سيره قاعده ماكرد. هيدا اشي المواطن بالعاده ما بيتحدث عنها، ولكن تبقى هيدي كلها نظريات وافتراضات. وبقيت القضيه هيك غامضه لحد سنه 2016 بحيث اعلن الاف بي اي انه راح يوقف مجهوداته على هيدي القضيه وراح يهتم بقصص ثانيه اكثر الحاحا واهميه، ولكن بعده بيستقبل الدلائل يلي بتدل على المجرم اذا كان بعده عايش اصلا. ومن هالدلائل يلي لقيت كانت بسنه 1980 كان في واحد اسمه براين انجرام على نهر كولومبيا عم يحفر على الضفه لحتى يعمل كم فاير، واذ بيلاقي 290 ورقه من يلي كانوا مع كوبر. ولكن هيدا الاكتشاف عقد القضيه اكثر ما سهلها، لانه المحل يلي كانوا فيه الاوراق بعيد كتير عن المحلات يلي كان متوقع انه المجرم نزل فيها. وين اول كان راح المجرم وشو عمل بالمصاري؟ شاركونا ارائكم بالتعليقات وقولوا لنا اذا عندكم مواضيع مشوقه لحتى نحكي عنها بالمرات اللي جاي. وهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ما تنسى تعمل لايك سبسكرايب شير، احضر الحلقات السابقه، انطرنا بالحلقات اللي جاي، ويعطيكم الف عافيه.